مرحبا بكم. اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان، اليوم الهادي زعيم، الناس الكل توجه له رسالة شكر وتحية وتقدير بعد ما حضر معاه جنجون، بعد ما استدعى الإعلامي علي شابي اللي جنجون تخلوا عليه الإعلاميين الكل، ما حب يصدع حتى إعلامي بسبب المشكلة الكبيرة اللي صارت مع جنجون والفيديوهات اللي تسربت في حقه والليكس متاعه. كما قالوا الأغلب يطلع بيد أنه الليكس متاعه هو اللي شد عليه الفيديوهات هذوكم وهو اللي سربهم المجتمع والرأي العام، مش يحطموا جنجون خاطر طلع في فترة وجيزة لأنه عنده غناء حلو موزيكا مزيانة، وزاد طلع المسرح كارتاج لأول مرة اللي برشا فنانين كانت تحلم بها الحكاية ذيكا وموسط ليش. المهم بيت القصيد انه الهادي زعيم ما كسر القيود هذه كل واستدعى جنجون رغم الأزمة اللي هو فيها. العباد الكل كانت تظن انه جنجون في أزمة، لكن جنجون اكتشفنا بعد الحلقة ذي انه عنده 14 كليب جديد مش ينزلهم بعد رمضان ومش يفرح متابعي. وكما قلت لكم العباد الكل توجهت برسالة شكر وتقدير الهادي زعيم خاطر استدعى جنجون ويحب معناه يرجع ويعطيه شهرته ويعطيه قيمته وقدره في المجتمع اللي تخلوا عليه الإعلاميين الكل. هذا الحديث اللي بيقي دور في السوشيال ميديا، ما تنسوش تعطوني رايكم على الفيديو هذا في أسفل الفيديو، وهاك نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.